بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعي قناتي قناة الساهر الرحال. تحفل الحضارة الفرعونية القديمة بأسرار لا حصر لها، إلى درجة أن ما نعرفه عن هذه الحضارة إنما هو جزء يسير جدا من كم هائل يملأ الآفاق فيما بين المشرقين والمغربين. وبالفعل فإن ما نعرفه عن أسرار الحضارة الفرعونية القديمة بشكل صحيح قد لا يتجاوز 10% من حياة تلك الحضارة العجيبة. في الصور التي ترونها أمامكم الآن يبدو لنا القطاع الشمالي من مصر ما بين البحر الأحمر وواحة سيوة القائمة في الأطراف الغربية للصحراء الغربية. هذه المساحة تخفي في باطنها وتحت مليارات هائلة من الأطنان من الرمال مدنا فوق مدن وحضارات فوق حضارات وأزمان مزدحمة بالأسرار ذهبت واندثرت ومرت بعدها أزمان. إن ما سأورده في تقريري هذا أيها الإخوة الأفاضل قد يكون غاية في الغرابة، إذ أن لا أحد قد تعرض له سابقا بقليل أو كثير، فما وهبنا الله إياه من علوم وقدرات علمية على البحث والتحليل وتقصي الحقائق الدامغة بإخلاص منقطع النظير قد أوصلنا إلى ما لم يصل إليه الكثيرون من المختصين، بل إلى أبعد من ذلك، وصلنا في أحيان كثيرة إلى ما لم يصل إليه أحد. في زمن ما قبل نهاية 1000 قبل الميلاد كانت تقوم مدينة كبيرة مهمة جدا في المنطقة الواقعة شرقي واحة سيوة الصحراوية. كانت هذه المدينة تشغل لقب ملكة الصحراء، حيث ازدهرت كمعبر تجاري يربط مصر الفرعونية بالمناطق الغربية والتي تقع الآن في ليبيا وما وراءها، كما كانت تربط الشمال من جهة البحر المتوسط بالجنوب حيث السودان والنوبة والحبشة. وهذا الموقع المتوسط لهذه المدينة هو ما أعطاها مركزا استراتيجيا لا يستهان به. ولكن وفي نهاية 1000 قبل الميلاد وفي زمن قريب من زمن الملك سليمان عليه السلام حلت بالمدينة كارثة من نوع مجهول، فأصبحت خلال أيام معدودة أثرا بعد عين، وغابت تحت عشرات الأمتار من الأتربة والرمال، وغشتها المياه الغزيرة المحملة بالطين والصخور، فساهمت في دفن أهم مدينة من مدن الحضارة المصرية دون أن يترك ولو أثر بسيط يدل عليها سوى شجيرات بسيطة متناثرة في عرض الصحراء وبحيرة صغيرة كانت قابعة في ضواحيها. كما ترون في الصور المعروضة أمامكم أيها الإخوة الأفاضل فإن هذه المدينة كانت قائمة في نقطة ما ضمن الدائرة الحمراء المرسومة في الصور، حيث تحدها من الشمال بلدة كارا ومن الغرب واحة سيوة الشهيرة. وقد كانت واحة سيوة جزءا من تلك المدينة المفقودة. وهذه الرسالة التي أوجهها الآن إلى المهتمين بهذا الموضوع في مصر، سواء كانوا من الهيئات الرسمية أو الشعبية أو الأفراد، أقول ابحثوا بما تيسر لكم من وسائل علمية وأجهزة وأدوات حديثة، ابحثوا عن مدينة سيوة المفقودة داخل الدائرة الحمراء المبينة في الصور المعروضة في هذا التقرير، وكونوا على ثقة بأن منطقة شرق واحة سيوة وشمالها الشرقي
تخفي أسرارا لحضارة تابعة للفراعنة، فقط ابحثوا وأخلصوا في البحث وستجدون ما يسعدكم. تحياتي لكم مني جميعا، أنا الساهر الرحال.